الفصل الثالث عشر. نصر أكتوبر 73. نحن الآن يا أبنائي مع لحظة مجيدة من لحظات التاريخ، نشم فيها عبق النصر وسحره، وندرس دون خطابة زاعقة مججلة أسباب النصر العظيم في هدوء وانسجام تامين مع نفوسنا وقلوب الشهداء الأبرار. تعالوا معنا يا أبنائي نقرأ هذه الفقرة ثم نجيب عما بعدها من أسئلة. في اللحظة المعتقدة يوم 6 أكتوبر، اندفع الطيران المصري وزهرة في سماء سيناء ليحطم مطارات العدو ومواقعه، واندفع رجال الصاعقة في قلب سيناء يدمرون منشآته وقواعده ومستودعات المواد المرتكبة التي أعدت لإرسالها مشتعلة فوق سطح مياه القناة. السؤال الأول، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أولا، جملة يزأر جملة فعلية في محل رفع خبر نصب حال أم لا محل لها من الإعراب؟ الإجابة جملة يزأر في محل نصب حال، وصاحب الحال يا أبنائي هو الفاعل، اندفع الطيران المصري، الطيران هو صاحب الحال. ثانيا، يدمرون، هذا الفعل مرفوع بالواو أم بالضمة أم بثبوت النون؟ الإجابة يدمرون فعل مضارع من الأفعال الخمسة، ولذلك هو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ثالثا، معنى مستودعات، مخازن، أماكن أم متاجر؟ الإجابة الصحيحة معنى مستودعات مخازن. السؤال الثاني، وضح العلاقة بين كلمتي سماء وسيناء والجمال في عبارة الطيران المصري يزأر. الإجابة بين سماء وسيناء يا أبنائي تجانس صوتي، أما عبارة الطيران المصري يزأر فهو تعبير جميل، حيث يصور الطيران بأسود هائجة يعلو صوتها بالزئير، وهذا يدل يا أبنائي على الشدة والشجاعة والرغبة القوية في افتراس العدو. السؤال الثالث، ما الاستحكامات والتحصينات القوية التي اتخذتها إسرائيل في سيناء؟ الإجابة من المعلوم يا أبنائي أنه بعد نكسة 67 قام العدو بتحصين نفسه لكي يجعل مهمة الجيش المصري في تحرير سيناء مهمة مستحيلة، وكانت هذه التحصينات متمثلة في: أولا، خط بارليف على امتداد الساحل الشرقي لقناة السويس، وقد جهز هذا الخط يا أبنائي بأحدث المعدات والتحصينات الحربية، حتى زعم الخبراء العسكريون في العالم بأنه خط لا يقهر. تعرفون كذلك يا أبنائي أنه قد أعد الأعداء خزانات محكمة للمواد الملتهبة موزعة على مسافات مناسبة منتظمة، تخرج منها المواد الملتهبة إلى سطح القناة فتحولها إلى قطعة من النيران المحرقة. هذا يا أبنائي بالإضافة إلى الساتر الترابي على الضفة الشرقية بارتفاع من 15 إلى 20 مترا ليمنع أي دبابة بر مائية من الدخول إلى أرض سيناء، فضلا يا أبنائي عن أن هذا الساتر الترابي يجعل الجنود الإسرائيليين يروننا ولا نراهم، ولا ندري ما يحدث في أرض سيناء التي لم تعد مكشوفة أمام جنودنا. أما المساعدات الأمريكية لإسرائيل من أقوى الدبابات وأحدث الطائرات وأحسن المعدات، فقد كانت هي الأخرى سببا في جعل مهمة عبور قناة السويس مهمة مستحيلة، حتى ظنت إسرائيل يا أبنائي أنها في برج مشيد وحصن حصين منيع يستحيل اقتحامه أو الاقتراب منه
على أقل تقدير. السؤال الرابع: كان العدو يلاحق، أي قبل حرب أكتوبر، قواعد الصواريخ المصرية بطائراته، فكيف تغلبت مصر على ذلك؟ الإجابة: كانت القيادة العسكرية المصرية يا أبنائي تنقل غابة الصواريخ وقواعدها تبعا لخطة سرية غاية في الذكاء والتضليل، وقد كان لهذه القواعد فضل كبير في تدمير الطيران الإسرائيلي عندما جاءت ساعة العبور وساعة اللقاء. السؤال الخامس: تخير من المجموعة ألف ما يناسبه من المجموعة باء. أولا عناصر المجموعة ألف: إننا نتناول حبوب الشجاعة، كان لدى إسرائيل في سيناء. السلاح المصري الذي لا تملكه إسرائيل: كان جنود المشاة، تم شق الساتر الترابي. والآن مع عناصر المجموعة باء: قوة الإيمان بالله وكراهية الظلم، قالها ضابط المخابرات الإسرائيلية. بمضخات المياه الضخمة، قالها ضابط طبيب مصري. أكثر من 1700 دبابة: يدمرون الدبابات بقنابل يدوية. والآن يا أبنائي، بعد أن قرأنا عناصر المجموعتين ألف وباء، جاء دور الاختيار الصحيح. إننا نتناول حبوب الشجاعة، هذه العبارة يا أبنائي قالها ضابط طبيب مصري. كان لدى إسرائيل في سيناء أكثر من 1700 دبابة، وهو عدد يفوق ما كانت تملكه بريطانيا العظمى حينئذ. السلاح المصري الذي لا تملكه إسرائيل هو قوة الإيمان بالله وكراهية الظلم. كان جنود المشاة يدمرون الدبابات بقنابل يدوية، تم شق الساتر الترابي بمضخات المياه الضخمة. وأخيرا، فبعد هذا العرض الذي قدمناه لحرب أكتوبر ولبعض ملامحها التي يسجلها لنا التاريخ، فلعل إسرائيل قد وعت الدرس، وهو أن الاحتلال والظلم والكراهية واغتصاب حقوق الآمنين لا يصنع دولة ولا يحفظ أمانا لشعب مهما تكن التحصينات والاستحكامات. فتحية حب وتقدير لكل من بذل دمه وروحه من أبناء مصر لتأديب الظالمين وإعلاء كلمة الحق، وتحية إجلال لكل من أراد لهذه الأمة المصرية العتيقة الرشد والخير والرخاء.